المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط والشمال أفريقيا الدكتور دينيس كوبيتات. سيد دينيس أهلا بك معنا. بداية، ما هو الموقف الألماني من هذا التصعيد الروسي الكبير اليوم في أوكرانيا؟ أولا شكرا جزيلا لاستضافتكم بالاستوديو اليوم. فبالنسبة للهجوم الروسي الذي وقع على أوكرانيا اليوم، ألمانيا والغرب والمجتمع الدولي يشعرون بصدمة كبيرة. وكما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم أن روسيا انتهكت أبسط قواعد للنظام الدولي بهجمات أوكرانيا. المجتمع الدولي لن ينسى لروسيا اليوم الأرض هذا. فتدين ألمانيا بشدة هذا العمل الوحشي العسكري من قبل الجانب الروسي. ونهائيا أريد أن أذكر كمان البيان المستشار الألماني أولاف شولتز لهذا الصباح، هو قال على روسيا أن توقف هذا العمل العسكري على الفور. وسنقوم ألمانيا اليوم بتنسيق رد فعل مع مجموعة سبعة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. دكتور دينيس، يعني بالإضافة إلى تجميد العمل بنورد ستريم 2، ما هي العقوبات الإضافية الأخرى التي تدرس الحكومة الألمانية فرضها؟ نعم، هذا السؤال مهم للغاية. فيجب على روسيا أن تنتظر عواقب وخيمة لهذا الانتقاد لسيارة أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم توقيف وتجميد نورد ستريم 2 لهذا الوقت. وتشمل هذه العقوبات أيضا عقوبات شخصية ضد المسؤولين عن تفويت لوحدة واستقلال وسيادة أوكرانيا. هل ما زالت الحكومة الألمانية تؤمن بإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة؟ كما هو معروف، الحكومة الألمانية تعمل في كل أنحاء العالم على إيجاد حلول دبلوماسية سلمية للأزمات ونزاعات عنيفة. ولكن واضح أنه يجب أن أقول لك أخوان أنه خطوة روسيا من هذا اليوم تمثل ضربا كبيرا ضد كل الجهود الدبلوماسية المبذولة في الأيام الماضية. ولكن في نفس الوقت الباب للدبلوماسية ما زالت مفتوحة. هل تعمل ألمانيا على توحيد الموقف الأوروبي في وجه هذا التصعيد الروسي؟ تعمل ألمانيا على طول لضمان أن الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد. وأعتقد سيكون ذلك في اليوم وفي هذا الشأن أيضا. وهناك شيئين مهمين الآن، وهذه هي الرسالية عفوا الرسالتين المهمين. أنه أولا لازم أن نقول لروسيا بصورة واضحة جدا أن هذا الإجراء غير مقبول تماما. وثانيا لازم كليا نمنع مزيد من العنف والتصعيد. شكرا. شكرا لك على المشاركة معنا دكتور دينيس كوميتات، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.